القدم ومن يمتلكون القول الفصل يطالبون بإقالة مستر كارلس كروش. كارلس كروش الذي سبق له تدريب منتخب البرتغال مرتين، قام بتدريب أحسن لاعب في العالم لعدة سنوات طويلة وهو مستر كريستيانو رونالدو، عامل مساعدا لواحد من أعظم المدربين في العالم وهو السير إليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد، درب منتخبات عديدة، صعد بمنتخبات عديدة إلى كأس العالم لمدة في 5 دورات، لكن البعض يطالب بإقالة مستر كارلوس كيروش. كارلوس كيروش والحديث عن إقالته وصل إلى مكتب وزير الشباب والرياضة. وزير الشباب والرياضة الذي سبق له التواصل مع الكابتن حسن شحاتة لخلافة كارلوس كيروش، وتراجع في اللحظات الأخيرة بحجة أن كابتن حسن شحاتة يعني لم يعد لديه اهتمام كبير رغم التفاوض معه ورغم التفاوض مع نجله الكابتن كريم حسن شحاتة، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة وعادل عن قرار. وكان في ذات التوقيت وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على تواصل وفي مفاوضات مع الكابتن حسام حسن. نقول لكم معلومات جديدة لأنها لم تعلم من قبل، بأنه كان هناك تواصل مباشر من وزير الشباب والرياضة مع الكابتن حسام حسن، خاصة ولما جه قال له عاوز اعتذر لك، قال له ايه بقى؟ قال له جملة شهيرة جدا، قال له انت مش مدرب المرحلة. قال له ايه؟ مش ايه المرحلة دي بتحددوها على ايه؟ المرحلة دي يعني ايه مش مدرب المرحلة؟ يعني هو المراحل دي بتحسبوها ازاي؟ يعني افهم يعني اول تعبيره، قال له انت مش مدرب المرحلة وفرصك جاية كتير. طيب لو ما كانتش فرصه جاية في ظل هذه الاونه وظل هذه الظروف بعد حسام البدر، ده الكلام ده قبل كارلوس. فحسام حسن ما سكتش للوزير وخده نص ساعه تانيب، ازاي يعني؟ يعني ايه مش رجل المرحله؟ فدلوقتي الحديث زاد عن تغيير كارلوس كيروش. طبعا احنا بنتعامل بالقطعه وبنتعامل بطريقه يعني ايه، اما الفوز واما الاقاله، نفس الثقافه اللي موجودة في بعض الدول العربية الصديق. في حالة الخسارة بيقرر الإقالة فورا، روحه على طول، ما ينفعش يقعد، ما تبصش لكفاءته، ما تبصش لظروف اللعب فيها المباراة وما إلى ذلك. فالسيد وزير الشباب والرياضة يميل كل الميل وفقا لتأكيدات مقربين منه إلى تولي الكابتن حسام حسن مسؤولية تدريب المنتخب المصري خلفا لكروش إذا ما احتدم الصدام، وبات من المستحيل، خلي بالك من الكلام اللي انا بقوله، وبات من المستحيل استمرار كارلوس كيروش. كارلوس كيروش عنده مباراه يوم السبت المقبل امام منتخب قطر على المركز الثالث والرابع الساعه 12 ظهرا بتوقيت القاهره، 1 بتوقيت الدوحه. حماده صدقي هناك يا عم، هو احمد سليمان عند الشيخ حمد بن خليفه بن احمد الثاني بيتفرجوا على الختام، هم سافروا يحضروا المباراه قبل النهائيه المنتخب خرج. ايه اللي خلاك تروح؟ مجدي عبد الغني كمان، ايه اللي خلاكوا تروح؟ بس احمد حسن كان هناك من بدري. ماشي، خلينا بس جهاز كامل هناك يعني في قطر يتولى المسؤوليه ويتابع الموقف، ينقصهم فقط يا حسن شحاته يا حسام حسن بس، والمكنه تدور والمسائل تشتغل. طيب خليني بس اقول لك اللي هيحصل ايه. دلوقتي الناس واقفين على قال لك ايه، طب نشوفه قدام قطر هيعمل ايه. طب منتخب قطر ده بيتم اعداده منذ 6 سنوات للمشاركه في كاس العالم. منتخب قطر ده تعرض الى ظلم شديد، الوقت الضايع 9 دقائق، الراجل نسي وجمع الوقت الضايع على الشوط الاولاني من الاكسترا تايم وما رضاش يلعب الشوط الرابع. انا بقول لك لعب 18 دقيقه ونص، مفيش حد بيعمل كده في الدنيا، مفيش حد في الدنيا بيعمل كده، مفيش حد بيعمل اكسترا تايم بهذا الشكل ولا وقت اضافي يبقى 9 دقائق العبه والجون جاي في الدقيقه 6 ونص، او من الدقيقتين ونص دول العبهم بتاع ده 13 دقيقه ونص، حاجه في منتهى الهجايص، ويعني تحكيم ما انزل الله به من سلطان، ومحدش يعني يقول ان ده تحكيم فير ولا ان ده تحكيم نزيه ولا ان ده تحكيم عادل ولا ان مثل هذه الامور تخلق مستويات فنيه مميزه، لا ده تحكيم في الهجايص الصراحه. لكن خلينا نتكلم على كارلو، نكمل كلامنا في الموضوع ده. فالكلام حوالين إقالة مستر كارلس كيروش مرتبط بمباراة يوم السبت المقبل. إذا ما فاز ورجع بال2 مليون دولار لمكافأة المشاركة في الفوز بالمركز الرابع كان به، بالمركز الثالث كان به، رجع بال1.5 مليون دولار
اللي هي جائزة الفائز المركز الرابع، هيبقى يقولوا له لا يبقى فيها كلام. خبراء الفتاوى، خبراء المقاهي، وخبراء الفضائيات الساهرون ليلا للتقطيع في اي حد، هم بيقطعوا اي حد بيشتغل. يبقى حسام البدري هيا بينا نمسك السكاكين لزعبه. ليه؟ لان منتخب مصر ملوش صاحب. واعتاد خبراء المقاهي او فتاوي القهاوي لبعض نجوم كره القدم، هو بيحس انه قاعد على القهوه او قاعد في الحمام، فبيقول اي كلام براحته براحته. حسن شحاته كان بيكسب كاس الامم الافريقيه 2006، يقول لك ده ما عندوش فكر. كاس الامم الافريقيه 2008، يقول لك ده شوقي غريب وحماده صد واحمد سليم بيعملوا الشغل. كاس الامم الافريقيه 2010، يقول لك ده كسب بالحظ، يلعب مباراه فاصله مع منتخب الجزائر، يقول لك يا عم هو اصلا ما بيعرفش يعمل تاهيل بدني للعيب. كل الكلام ده كنا بنسمعه. فاحنا ما يعني ما فيش قناعه وما فيش رضا. خبراء كره القدم او خبراء الفتاوى او خبراء الفشل اللي قاعدين بالليل، هو ما عندوش حاجه غير انه يبحث عن السلبيات، ما بيدورش على حاجه حلوه خالص، ما بيدورش على حاجه جميله في المنتخب، ما بيبحث عن ايجابيات. هقول لك يا سيدي بلاش، خلينا افكرك بموضوع. احنا قاعدين بنتكلم وراناش حاجه يعني. الكابتن فاروق جعفر جه في كاس الامم الافريقيه 2019 2017 اللي كانت في الجابون، وقال لك انا ما اعرفش ارسن فينجر ده واخد محمد النني ارسنال يعمل ايه. محمد النني مش الكواليتي اللي يلعب في ارسنال، مش لوستا اللي يلعب في ارسنال. قال لك كده ماشي. كل الناس اللي اشتغلوا اغتيال معنوي في محمد النني، وما زال محمد النني في ارسنال في الدوري الانجليزي، وما زال في البريمير ليج، وما زال هناك وجهات نظر مختلفه وبيشارك. ماشي بلاش يا عم الحته دي، عشان بس اقول لك على نجوم الكره اللي قاعدين بالليل دول اللي بيقعدوا يطرقعوا اي حاجه في الهوا، ويقعد يطرقع بس كده ويقول لك الانضباط البدنجاني والهميوني والفشخوني واي كلام في البدنجان، ويقعد يطرقع بس. دوره انه يذبح اي مدرب موجود، مش كروش بس. ولو جه حسام حسن يحصل كده، ولما كان حسام البدري عمله كده. يعني هم دورهم ذبح من يتولى تدريب المنتخب بدعوى ان المنتخب ملوش صاحب، واي اخطاء يبعد عن نجوم الاهلي والزمالك ويروح يلبسها لمين؟ للمدرب. ويا حبذا لو كان اجنبي، حتى وهو مصري ما كانوش بيرحموه. بس خلينا في الحته دي. هقول لك على تصريح برضو عظيم للكابتن احمد حسام ميدو العالمي. اول ما احترف صلاح مش فاكر كان في سويسرا ولا راح تشيلسي، اظن لما راح تشيلسي ومع مورينيو كان قاعد على الدكه وما بيشمهاش وما بيلعبش وكل حاجه. قال لك ايه بقى؟ قال لك صلاح سيفشل في مشواره الاحتراف. ليه يا عم ميدو لا سمح الله؟ قال لك ما عندوش كاريزما. طب يا ابني قول لنا الكاريزما دي فين يا استاذ ميدو؟ واحنا نروح نشتري له 2 كيلو كاريزما، 3 وربع كيلو كاريزما، 5 ونص كيلو كاريزما، طن كيلو كاريزما عشان ينجح. ما اشتريناش اي حاجه في الكاريزما، ولا جبنا له اي حاجه من عند بتاع الكاريزما. يعني بتاع الكاريزما قاعد مستني لحد دلوقتي نروح نشتري منه، ما رحنالوش. لكن محمد صلاح نجح واصبح بينافس على البالون دور احسن لاعب في العالم، ولما يعرف انه مش فايز ويدعوه يعتذر. انت متخيل بقى ان بقى عندنا لعيب مصري بيعتذر عن حفله البالون دور عشان هو مش كسبان؟ بتتكلموا في ايه؟ لكن الكابتن ميدو قال الكلام ده، ووقتها كل العيال اللي هم يعني ما هو محمد صلاح ده مش من الاهلي ولا الزمالك، ملوش ظهير جماهيري، فاضرب فيه وموت فيه وخلص عليه، وكله قاعد يردد الكلمتين بتاع اخونا العالمي احمد حسام ميدو. فاحنا عندنا دلوقتي قال لك ايه؟ كلمه اسم مروان ده رخم ودمه تقيل. وطالما كان عندنا مروان محسن في النادي الاهلي والناس خلاص بقت كارهه اسم مروان، وما عندناش مسؤول كبير اسمه مروان، عشان لو في مسؤول كبير اسمه مروان والله عندنا مسؤول كبير اسمه مروان، يعني عندنا السفير عمر مروان، راجل محترم جدا سياده الوزير، لكن بس برضه الاسم الاولاني مش مروان يا سياده السفير. فهنا لا، يبقى لعيب كوره واسمه مروان لازم نخلص عليه. فقعدوا يخلصوا في مين؟ يدبوا في مين؟ في مروان محسن لحد ما كره نفسه. وبيني وبينكم مروان محسن كان يستاهل، مش هكذب عليكم يعني. ماشي. لكن جه مروان حمدي قال لك ايه ده؟ اهلا مروان حبيبنا، جانا العيد يا مروان، يلا بينا على الترند، ركزوا على مروان. فشخوا مروان حمدي. وتعاطفت مع مروان حمدي لان الفشخ كان فشخا مبكرا، والذبح كان ذبحا مبكرا وبسكين بارد وبمجرد الاختيار. ورغم انه لاعبا في الزمالك الا انه معار الى نادي سموحه وتالق وابدع في الفترات الماضيه. خلصوا عليه
وهم بيخلصوا عليه تأكدت بما لا يدع مجال للشك إن الخبراء بتوع القهاوي دول أو بتوع الفضائيات دول اللي طول الليل يرددوا كلام بعض، مفيش حد عنده رؤية، ده هو بيشوف الكابتن الفلاني الفلاني قال إيه وكله يمشي وراه. طب حد يعرف يبرر؟ حد يعرف إيش؟ نفس الكلام نفس المضمون، بس إيه يخلي الجملة الإسمية جملة فعلية والجملة أي هجس في أي بدنجان. فكروني برضه نفس النجوم في الفضائيات لما عماد متعب كان في كأس الأمم الإفريقية 2008 في غانا، ودي أحسن بطولة لعبنا فيها كورة جميلة وممتعة وكسبنا فيها البطولة. فكان عماد ما بيسجلش ما بيسجلش، لكن دوره كفيرود بيروح يمين ياخد الناس معاه، يفتح لزيدان وابو تريكه القادمون من الخلف، يفتح مساحه لحسني عبد رب ويسدد صاروخيه، يفتح مساحه لاحمد فتحي يشوط مدفعيه تقيله وهكذا. فكانوا برضه بيهاجموه، فرد وقالوا عليه اصل كابتن حسن شحاته بياخده عشان ابنه. يعني عماد متعب عمل التاريخ ده كله عشان هو ابن حسن شحاته؟ حسن شحاته بيحبه؟ طب وهنا كان ابن جوزيف؟ لا، اي هجس في اي بدنجان. انا قصدي اقول لك ان من كل اللي انا بقوله لك ده ان في لعيبه في قدامى لاعبين بيطلعوا على الفضائيات وبيتكلموا في البدنجانات والسلطات والبابا غنوج والكلام ده وهم ما بيفهموش حاجه.